اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم كن لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى، اللهم فرج همهم، اللهم انصرهم، اللهم نفس كربهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم يا منتقم يا جبار، عليك بمن ظلمهم، عليك بعدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا قوي يا عزيز. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين.